تحفيزاً للكفاءات العلمية ودعماً للعطاء المتميز وللجهود الحثيثة التي يبذلها الطلبة من أجل الحصول على أعلى المراكز. كلية التقنيات الحيوية التطبيقية في جامعة النهرين تكرم الطلبة الأوائل على الأقسام. طالما أن كلية التقنيات الحيوية التطبيقية مستحدثة منذ عام 2012، فتم تخريج الدفعة الأولى من طلبتها للدراسات الأولية، وتم تكريم الأوائل الثلاثة الأوائل الموجودين في الدفعة سنة 2012-2013. كما تم عقد اجتماع هيئة عامة مع كافة منتسبي الكلية للوقوف على الخطط العلمية البحثية والعملية والإدارية لإنجازها داخل الكلية وتحقيقها مستقبلا للعام 16-17. يأتي هذا التكريم ضمن سعي الكلية إلى تشجيع الطلبة المتميزين بالبحوث العلمية والمشاريع البحثية من حيث الفكرة والأداء العملي والنظري بما يخدم المجتمع، كما أن هذا التكريم جاء تفعيلا لدور الجامعة والكلية على الاستنهاض بالواقع العلمي وتشجيع الطلبة لتقديم ما هو أفضل رغم التحديات التي يواجهها المجتمع. أشكر الكلية طبعا كلها لأنه ساعدتني وقفت وياي، وخصوصا الأساتذة الدكتور حميد طبعا، ويعني تعبت أنا صحيح سهرت وأهلي ساعدوني هماتين، والحمد لله والشكر يعني طلعت من الأوائل. وطبعا الجامعة هاي حلوة أصلا، تختلف عن بقية الجامعات، الدراسة مالتها أصعب، فيعني تعبت يعني، بس الحمد لله والشكر بالأخير كل شيء واحد يتعب بيه حصله بالأخير. لقناة الجامعية إسراء عبد الكريم، جامعة النهرين.